بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل التحايا لكم أعزائنا من إذاعة البشائر ومن هذه الفترة المباشرة يسألونك عن الإنسان والحياة التي تأتيكم على أرقام الهاتف 01-853-804-853-805-853-806، وأيضا معكم رقم الواتساب 76-64-94-19 الذي يمكن أن ترسلوا عليه أسئلتكم نصية فقط لنجيب عليها نحن طبعا على الهواء مباشرة، ويجيب على أسئلتكم اليوم سماحة الشيخ محسن عطوي. أهلا بكم مولانا حبيبنا، لكم من عاطر التحية. الله يبارك فيك إن شاء الله حبيبنا. مولانا، بالجو جو الحج ومناسك الحج والناس يعني عم تتهيأ، في حدا عم يتمنى علينا انه بدكم تعطونا فكرة عن الصلاة، عن السجدة بالحرم، عن غسل الثياب بالمسحوق، مسحوق الغسيل، هل يبطل الحج ام لا، ومتى نصلي قصر ومتى نصلي تمام في سفرتنا هذه. بداية سماحة الشيخ، السجدة بالحرام كنا نتعاطى معها. حياكم الله، حيا أخواني وأخواتي جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. طبعا يعني فعلا هي أيام كريمة هاي الأيام. نعم، يعني نسأل الله التوفيق لمن يود الذهاب والقبول، قبول الأعمال. آمين. نعم، بالواقع يعني موضوع الأمور المطيبة ما بيجوز استعمالها، يعني المنظفات اللي إلى رائحة زكية ما بيجوز. بس يبطل الإنسان المحرم يعني. هلأ بيبقى أنه لا توجب بطلان الحج، ولكنه إذا تعمدها عالما بأنه لا يجوز له يأثم، وقد تكون عليه كفارة، لأنه كفارات كثيرة بالنسبة لي. مش رايح يأثم يعني الحج. أكيد أكيد أكيد. يعني بده يشوف كيف بده تنعم المسألة، بس غالبا يعني بتصورش انه الحجاج عم يضطروا يغسلوا ثيابهم، يعني بوجود الفنادق وكذا عم بيكون في مكاوي ومغاسل، والناس عم تعطي ثيابها للعاملين بالفندق، وبالتالي يكفونهم المؤنة، يعني ما بيعود في مشكلة. الاستحمام مثلا شيخنا، الاستحمام بدوش يكون بصابون مطيب، معطر عادة بيلتقى هونيك كل شيء شيخنا، ولا بدو ياخذ واحد معه مونتو من هون؟ يعني ظاهر انه هذا امر عالمي، يعني بلاقي اشكال، صرت هلأ تفوت على التعاونيات اذا من الشوكولا والبسكوت صرت بتلاقي لك 300-400 صنف. نعم، فكيف من أنواع الصابون وأشباه يعني. طيب، هذا بخصوص الغسل والاغتسال. بخصوص السجدة، كيف يسجد؟ بالنسبة للسجدة، نعم، يعني إذا لم يمكنه أن يصطحب مصلية أش، وهذا أمر متيسر يعني. في بالأسواق هذه نحن كنا نحرص عليها، بنشتري مصلية أش، وين ما رحنا بنحطه ونصلي عليه، وبالتالي ما بيعود في مشكلة، وخاصة أنه يعني بيقدر يدخلها معه لداخل الحرم أو المسجد النبوي، ولا أحد يعترض عليه، يعني يحمل على أنه مثلا عنده تحسس من الغبار من كذا،
وأي أمر آخر، حتى على السجادة، حتى كل الحجاج بيبقوا معهن، أنه مثلا يمكن يستغرب سجادات صلاة، يعني يمكن يستغرب أنك أنت تفرشها على السجادة داخل المسجد النبوي مثلا، ممكن يعني تحمل على أنه والله بيتحسس من الموضوع، وما حدا رح يروح فكره أنه أنت عندك مشكلة. بس بالمبدأ مش واجب يضل حمل معه السجدة، لا لا، يعني نفضل أنه هذاك يعني يحمل، لا بيمشي الحال بمصلية أش، وبأسوأ الحالات يعني بيقدر يكون مثلا في معه ورقة، معه شغلة بحطها. إذن يعني صار موضوع يعني هالمسائل ليس كالسابق. سابقا كان في موضوع لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كانوا يمنعوا الإنسان إذا شافوا حاطط شيء قدامه يشيلوا، وقد يتعرض لشيء من التأنيب والمساءلة. بهالأيام ما بعتقد في مشكلة. لا طيب، بحيث المبدأ حول الكعبة شيخنا، مع يعني إذا في رخام كله رخام، يعني صار فيه الواحد صحيح، يعني من الأساس الواحد بيصلي على رخام، على رخام صحيح. بيبقى مثلا بغرفته، مثلا بالأوتيل، بيبقى مثلا بمثلا مكان عام، بالمطار، بغيره. إذا اضطر أنه يصلي على السجاد وما في أي وسيلة، بعرفة مثلا شيخنا، في أونيك مثلا أرض يعني أو شيء، نعم بمعظم الحالات ما في أزمة. صحيح، ما في بس بالمدينة المنورة حين يدخل للمسجد النبوي لداخله أيضا، لأنه برا كمان في أروقة نعم هي مبلطة. بالنسبة للصلاة اضطر ما في مشكلة. صلاة الأصر شيخنا كيف بدأ يتعامل معها والتمام، يعني شو بيصلي أونيك؟ هلا رأي مولانا الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أنه لا يستثنى، تستثنى الأماكن الأربعة من موضوع القصر، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي والحائر الحسيني ومسجد الكوف. هذه الأماكن الأربعة عند كثير من الفقهاء يتخير المكلف بين المسافر يعني أن يصلي فيها تماما أو يصلي قصر. عند مولانا لا، يجب عليه القصر فيها كغيرها من الأماكن ولا يتخير فيها، يعني بهيك حالة كل صلاة قصر، يصلي يعني قصر. نعم، وإلا إذا من يوم بيروح لا يرجع، إلا إذا كان ناوي الإقامة حينئذ يتم فيه. وفي إمكانية يعني أن ينوي الإقامة بمكة، يعني قد يكون مرتاح بوقته ومش مرتبط بحمله، ويريد أن يبقى فترة طويلة بمثلا كربلاء أو بالكوفة ونوى الإقامة بالحج. بالحج شيخنا، بالحج على صعيد الحج لا. ما في ينوي إقامة، ممكن يعني يكون حدا من الجوار، يعني من جدة، من الطائف، من غيره يعني، بيروح يعني على غير يعني الأماكن اللي بده يمارس فيها شعائر الحج. صحيح. صحيح. طيب، إذن هذا أهم شيء اللي سأل عنه أخينا بموضوع الحج. موضوع الحج نحن يمكن مبارح حكينا عن مسألة الاستنابة عن أكثر من واحد بموضوع الحج، وفي الواقع أنا قاربت المسألة مبارح مقاربة عامة، وظل في نفسي شيء حبيت أني أتأكد. شفت أنه مولانا الإمام الراحل السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه بيقول أنه يجوز الاستنابة عن أكثر من شخص في الحج. أكثر يعني من شخص يعني قدام، يعني بينوي مثلاً أحرموا عن فلان وعن فلان نيابة، عن فلان وعن فلان وعن فلان 10 15 25، عن أهل الضيعة كلهم والله. يبدو أنه المستحبات يتساهل بالمستحب فقهاء. نعم، الحج المستحب. نعم، أما الحج الواجب، نعم الحج الواجب أكيد. نعم، والعمرة يعني إذا لو سمحتوا شيخنا نعيد الاستفتاء. نعم،
امبارح نحن بالموضوع الاستنابي عن أكثر من شخص بالحج المستحب، أنا بالواقع قاربت الموضوع مقاربة عامة وما قلت رأيا حاسما بالموضوع، ظل في نفسي شيء وحبيت أني أتأكد، فنظرت في مناسك الحج لمولانا الإمام الراحل السيد فضل الله، وجدت أنه يجيز أن يستنيب شخص واحد عن أكثر من شخص في الحج المستحب. وإن كثروا 2 3 4 10 15 صحيح صحيح، ويكون قد حج عن الجميع. عظيم. طيب مولانا، في عم يقول يعني دائما ما أتجادل مع بعض الأناس حول المقصود بأحمد في سورة الصف مبشرا برسول. نعم. يعني دائما انه مين قالكم يا عمي انه احمد الموجود بسوره الصف هو نبيكم محمد صلى الله عليه واله وسلم؟ فشو منوضح شيخنا بهالاطار؟ يعني لا شك انه هذا مما اجمع عليه المسلمون، ولا يجمع المسلمون على امر من الفراغ يعني. وبالتالي يعني هناك لابد أحاديث، وهناك ما يؤكد هذا الموضوع. إن كان يعني يهمه الأمر يمكننا أن نرى الأحاديث الواردة في هذا ونقولها في فرصة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. بس أكيد يعني ما حدا من المسلمين يقول بخلاف هذه المقالة. أنا أعمل في سلك التدريس، ومن حرصي على الطلاب كنت أحاسبهم وأحيانا أضربهم بالعصا، فما الحكم الشرعي بذلك؟ إذا كانت الدية هي المقابل لهذا العمل، كيف أحصيها ولمن أعطيها؟ ولكم جزيل الشكر. نعم، يعني هاي مشكلة للأسف كثير من المعلمين، يعني إجمالا يعني حتى بهالأيام بعض الأساتذة ما يزال يضطر في بعض الأحيان أنه يضرب التلاميذ. هلأ في حدا يعني عم يحكي أنه الإدارة عم تتحلل وتخرج من هالمشكلة بأن يفوضها الأولياء أن يقوموا مقامهم بتأديب الولد. هلأ التأديب يعني يجوز للمعلم أنه يضرب، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى ما يوجب الدية. يعني 3 ضربات أو 4 برفق لا توجب الإحمرار فضلا عن غير الإحمرار. هيدا ممكن يعني أنه الأستاذ باستئذان الولي بيمشي حاله. بس أما لو أنه وصل إلى أن يحمر الجلد أو يسود أو يزرق، حتى الولي لا يجوز له ذلك، وبالتالي المعلم لا يستثنى. هناك حالة وحدة يعني يمكن أن نتخيل أنها مستثنات، أن يفعل إنسان ما منكرا ولا يرتدع بالقول والوسائل الأخرى، ويتوقف ردعه على ضربه، طبعا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على رأي سيدنا الإمام الراحل لا يجوز استخدام الضرب للنهي عن المنكر إلا بإجازة الحاكم الشرعي. وهناك أفق أوسع لحدود الضرب، لو أحمر أو أسود أو أزرق لا إثم على من يريد أن ينهى عن المنكر. نعم، حد ذلك أن لا يوجب الجرح ولا الكسر. طيب هذا الشيء اللي فينا نقوله. أما أنه ما عدا ذلك، وطبعا يعني موضوع الطلاب وما أشبه يندر أن تصل المسألة إلى حد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي سيكون لهذا الأمر مجاله الآخر، و
نظرته الأخرى يعني من قبل الإدارة وغيرها، ولن يتمكن المعلم مثلا أن يقوم بمثل هذا مع أي طالب، وخاصة يعني الأعراف السائدة بمجتمعنا اليوم. بهالحالة هاي يعني لابد من أنه يقدر تقديريا ما يمكن أن يدخل تحت رد المظالم ويدفع ما أمكنه ذلك. لمين شيخ؟ للفقراء. الفقراء بشكل عام يعني هلأ مبدئيا إذا بيقدر يعرف الطلاب ويتسامح منهم، لأنه إذا كان يقسو عليهم ويؤدي الضرب إلى يعني أحيانا توصل لحد الليرة ذهب أو أكثر، مشكلة يعني. وإذا كان مرأ عليه طلاب كتار وكانت إيده مالحة مثل ما بيقولوا فاروطية فاروطية مشكلة. نعم. عندي قضاء. إذا كان يعني كمان غير مقتدر على أنه يدفع، هي إجمالا بتدخل تحت عنوان مجهول المالك، بإمكانه أن يتصالح مع الحاكم الشرعي، وقد يعني يحتسب الحاكم الشرعي تلك المظلمة عليه إذا كان يعني غير قادر على دفعه. مهم في عدة يعني جوانب للنظر في هذا الأمر، ومن الجيد أن يراجع عالما دينيا فيرى رأيه في الأمر تفصيلي. وصل عن عندي قضاء صلاة تذكرت منها حوالي سنة. نعم. لكن المشكلة في بداية سنة التكليف من 9 إلى عمر 12، كأن ذاكرتي ممسوحة. لا أتذكر أبدا. استعنت بوالدتي فلم تفدني. ماذا أفعل؟ فتاة يعني أصدق. طبعا. لأنه من 9 إلى 12 الصبي لا يكون مكلفا. نعم. نعم نعم، يعني إذا كانت تقلد يعني في وقت يعني من حياتها مولانا السيد، أنه هلأ يعني إذا كانت تقلد مولانا الإمام الراحل السيد فضل الله، حتى لو كانت في فترة الصبا لم تكن تقلده، كانت تقلد مرجعا آخر يعتبر أن سن التكليف هو في 9، لا يلزمها رأيه رأي المرجع السابق، ويمكنها أن تعمل برأي سيدنا، لا سيما وأنه قد صار أكثر من فقيه يوافق سيدنا في موضوع سن التكليف للفتاة. بهذه الحالة ترى نفسها معفاة، يعني ما دام لا تتذكر أنه قد يعني بلغت سن التكليف بالحيض قبل 12 والنصف، فبإمكانها أن تعتبر ما بين 9 و12.5 معفاة منه، إلا إذا أحبت الاحتياط يعني، فهذا أمر آخر. أصلي من جلوس الآن، هل يمكنني أن أقضي الصلاة عن زوجي المتوفى؟ لا، يعني إذا كان يريد المكلف أن يصلي إما بالأجرة مقابل مال أو تبرعا عن شخص متوفى، لا تصح منه صلاة النيابة من جلوس، حتى لو كان المتوفى حين فاتته تلك الصلاة كان يصلي من جلوس. بيقول مولانا شكيت بين 4 ركعات وما قلت التشهد، شو لازم كنت أعمل؟ هلا بين 4 ركعات وشو يعني وشو بين 3 و4 بنكون. إذا ما قلنا المستحبات مثل الأدعية والتعبات. هو شو الشك عنده؟ هلا ما هو شكيت بين 4 ركعات. طيب. وما قلت التشهد. بركي 2 و4. تشهد الأوسط يمكن. لا بين 4 ركعات يعني تشهد الأوسط. إذا شك أنه قال التشهد أو ما قاله بعد ما قام وقف ولو بالركعة الثالثة يعني، وكان بلش بذكر التسبيحات، يكون قد تجاوز محل الشك، محل العمل. نعم. وبالتالي إذا شك أنه تشهد أو لم يتشهد
يعتبر أنه قد تشهد ولا شيء عليه. طيب، إذا لم أكن أأتي بالمستحبات كالأدعية والتعقيبات، هل أحاسب على ذلك؟ لا لا، يعني بس مثل اللي بيأكل يعني أكل ناشف بلا ما بدون سلطة، بدون سلطة، بدون مثلا مرطبات، بدون شيء، يعني حاش في ناش في هيك على الآخر. لا، منيح تكون فيها شوية مستحبات. يعني مثل شو المستحبات اللي بترطب؟ يعني لا لا أقله مثلا أذان الإقامة، لا أقله مثلا قول سبحان الله ولو مرة وحدي بعد ذكر الركوع وذكر السجود، مثلا ذكر التسبيحات بدل ما يقولها مرة يقولها 3 مرات. يعني مثلا بعد ما يخلص الصلاة بالنسبة للتسليم، طبعا إذا بده يكتفي بتسليم وحدة يعني من إحدى الصيغتين له ذلك، يعني بيقدر يكتفي بصيغة السلام عليكم ورحمة الله بدون ما يقول السلام عليك أيها النبي، بدون ما يقول السلام علينا وعلى عباد، فيستحب أنه يقول الصيغ الثلاثة. بعد ما يخلص الصلاة يستحب أن يعقب إذا ما بده يقول تسبيح الزهراء عليه السلام لأنه شوي يمكن بياخد وقت منه، فلا أقل له أن يفعل سجدة الشكر. وطبعا القنوت، يعني ما يفوت القنوت بالصلاة لأنه هو مستحب استحباب مؤكد. نعم. بالنسبة لثياب المغسل الذي يمسها ماء التغسيل، هل تطهر بالتبعية بعد الانتهاء من تغسيل الميت؟ صحيح. أم لا ينطبق عليها هذا الحكم؟ لا صحيح، نعم. يعني هي مورد التبعية من أهم موردها ثياب المغسل وأدوات التغسيل، واللوحة التي أو المصطبة التي يغسل عليها. نعم. يقال لها دكة التغسيل. وأيضا من مواردها ما لو انقلب الخمر خلا. يعني كان من يقول بنجاسة الخمر مثلا، كان يقول أنه إذا انقلب الخمر خلا طهر السائل وطهر الإناء الذي فيه بالتبعية. ومن موارد التبعية على من يقول أن الكافر نجس أنه إذا أسلم الكافر يحكم بطهارة ولده تبعا له وما أشبه ذلك. فهذه عنوان التبعية، نعم، ورد. عم تقول شيخنا إذا وحدة بتصلي على الجالس وعم تقرأ، يعني حابة تقرأ الفاتحة وصفحة من القرآن، ممكن بهالصفحة عدة سور، ممكن جزء من سورة، ممكن بيمشي الحال ولا لا؟ هي عم تقرأ يعني بعنوان ختمية ولا شو؟ لا، عم تصلي. عم تصلي وبدها تقرأ الفاتحة. نعم. وصفحة من القرآن. على أساس أنه شيء من القرآن، بس هالشيء عم يجي صفحة. بالصفحة هيدي ممكن تفتح صفحة يجيها سورتين قصار مثلا. بيمشي الحال ولا لا؟ يعني أساسا يعني ما في شيء بالفقه عنا اسمه استحباب أن نقرأ صفحة من القرآن. هلأ بالصلوات المستحبة يعني قد يمكن التساهل في الأمر. بالصلاة الواجبة الفقهاء يقولون أنه لا يجوز قراءة أكثر من سورة واحدة بعد الفاتحة. على رأي مولانا الإمام الراحل يجيز أن نقرأ آيات تنتين ثلاثة، وإذا كانت الآية طويلة يعني بتجي مثلا كآية الدين بتجي لصفحة ممكن أن يكتفى بها، بس الأفضل مراعاة الاحتياط، لأنه سيدنا
يفضل الاحتياط الاستحبابي بقراءة صورة، يعني والاقتصار وقت بدها على تكون صورة أكثر واحدة، أكثر من صورة فلتبقى فليقتصر على، يعني إذا الصفحة أكثر من صورة فليقتصر على صورة واحدة بل لا، ما في داعي يعني تدخل في أمر مشكل، لأنه هناك ما يشبه الإجماع على كفاية الصورة مهما كانت قصيرة بعد الفاتحة. نعم. وهناك خلاف أنه هل يكتفى بآيات من سورة؟ المشهور يبدو عندنا والله أعلم، يعني يبدو غالبية الفقهاء يقولون بعدم كفاية ذلك، خلافا لما هو مشهور عند المذاهب الأخرى، في حين أن قراءة السورة متفق عليها، فليكن عملنا موافقا للاحتياط بأن نقتصر على سورة واحدة. نعم. العزف على الغيثار شيخنا، هل هو جائز أم محرم؟ يعني عند مولانا الإمام الراحل لا يسمي آلة موسيقية بعينها، وإنما يجوز العزف على جميع الآلات الموسيقية. طبعا الكلام باللحن الذي نعزفه إن كان مثيرا للغرائز، وما أظن أنه يوجد لحن موسيقي يثير الغريزة، يعني بالمعنى الذاتي للإثارة، ما بعتقد أنه في لحن موسيقي بهالاتجاه هذا، لكن لو فرضنا يعني وجود مثل هذا اللحن يصير اللحن حراما، وليس أصل العزف على تلك الآلة. بيقول هل يجوز للزوجة أن تترك بيت زوجها طيلة أيام عاشوراء بحجة الاستماع للمجالس؟ يعني أكيد المرأة التي يعني تتعاطى مع شؤونها بالحكمة، مهما كان العمل يعني جيدا ونبيلا، لا ينبغي أن يستوعب وقتها يعني، وبالتالي عليها أن توازن فيما تقوم به من أعمال مستحبة أو عبادية بين واجباتها أو يعني متطلبات منها. هلا يمكن واحد يقول يا أخي مش واجب عليها أنه يعني تدبر منزلها بالتنظيف والطبخ وما أشبهه، وترتب أمور أولادها وما أشبه، بس طبعا هذا منه أمر مستحسن من سيدة المنزل التي صار المنزل بعهدتها في غيبة زوجها. وبالتالي يعني العرف يقضي أن الأولوية لأن تقوم بشؤون المنزل التي لا بد منها والتي ستنعكس سلبا عليه. يعني هلا يمكن واحد يقول انه مش واجب تنظف، طيب بس ما اذا ما نظفت يعني، وجوزها مش واجب ينظف له، وكل واحد لازم يكنس بس مطرح ما بينام، الزلمه بيكنس مطرح ما بيقعد، والمره بتكنس مطرح ما بتقعد، طيب اذا اجى الضيف من بده يكنس له؟ هذا يستوجب المهانه ويستوجب السقوط في أعين العرف والمجتمع، وبالتالي يعني هو واجب اجتماعي بمعنى من المعاني. ليس للمرأة أن تفرط في أمر على حساب أمور أخرى مهما كان ذلك الأمر مهما، كما لو كانت تذهب للأمر بالمعروف أو كانت تذهب لحضور المجالس أو الصلاة في المسجد أو ما أشبه. نعم. إذا أنا نسيت أن أقرأ التشهد الأوسط بين ركعتين، هل علي أن أعيد الصلاة من أولها أم لا؟ هو ركعتين عم تصلي صلاة رباعية. نعم. ونسيت التشهد الأوسط ما في الركعة الثانية. نعم. وتذكرت إذا كانت ما تزال يعني جالسة أو وهي تنهض، أو حين وقفت وشرعت تقول
ذكر التسبيحات ولم تكن قد ركعت بعد، وتذكرت أنه ما عملت التشهد الأوسط. نعم. في هذه الحالة يجب عليها أن تنزل جالسة وتأتي بالتشهد، ثم تقوم وتأتي بذكر التسبيحات، ثم بعد ذلك بعدما تنهي صلاتها بالتسليم ولها أن تتلفت، يمكنها بل يجب عليها أن تأتي بسجدتي السهو. نعم. لزيادة القيام، لأنه هي وقفت أول مرة وانتبهت أنه ما عامل التشهد، واجب أنه تنزل، نزولها أدى إلى أن تقوم مرة ثانية. نعم. فزيادة القيام هذه من الأسباب التي توجب سجود السهو. نعم. وتأتي به بعد الانتهاء من الصلاة بشكل طبيعي. إذا تذكرت بعد مثلا بالركعة الثالثة، أما إذا كانت قد ركعت وهي راكعة، يعني انجلت الغشاوة عن ذاكرتها فتذكرت أنه هي ما تشهدت، مش أنه شكت، ذكرت قطعا. نعم. بهالحالة هاي تكمل صلاتها، ثم بعدما تسلم لا تتلفت وتنوي وهي متجهة للقبلة أنها تقضي التشهد، فتقوله تشهد هو بذاته، فإذا انتهت منه لها أن تتلفت وتأتي بسجدتي السهو. نعم. بأخذ اتصال، تفضلوا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بدي أسأل إذا بتريد، كلنا عم نشوف أعداد ضحايا السير والمخالفات اللي عم بتأدي لوفاة مواطنين، وعم نعرف كمان أنه أغلب ضحايا السير هن من الشباب، فشو رأي، شو الحكم الشرعي بعدم الالتزام بالقانون، قانون السير، أو بالاستخفاف بوسائل الوقاية مثل عدم ارتداء الخوذة وقت اللي منسوق موتوسيكل، أو عدم حماية الأشخاص يلي عم بيسوقوا على الطريق أو المشاة؟ شو الحكم الشرعي بالاستخفاف بحياة الناس، ممكن نعرف؟ نعم، يا سهلا فيك. نعم، يا هلا يا هلا. شو رأيكم شيخنا؟ والله شيء مؤسف، يعني الشيء اللي عم بيقوله خينا، يعني أكيد نحن يعني هذا الموضوع منذ زمن يثيره الفقهاء، ويعتبرون أن السائق مثلا، نفطر الشوفير عمومي، طبعا عم نضرب المثل بأسوأ الأمثلة حتى تكون غيرها يقاس على منوالها، مثل ما بقولوا، أنه افترض أنا شوفير تاكسي وخالفت قانون السير وأدى ذلك إلى وقوع حادث سير وتسبب بموت حدا معي، تكون علي ديته. وإذا كنت مثلا شوفير فان أو بوسطة ومتلو شي 10-15 واحد، فعلي دية هؤلاء جميعا. لهالدرجة يعني مفروض يكون. وإذا أصيب معه أشخاص بجروح أو كسور أو فقدوا أعضاء حيوية كأطراف أو صار عندهم فقدان للذاكرة أو ما أشبه، قد يصل ضمان هذه الجناية إلى حدود الدية، بحيث لو كان مفرطا، يعني أنه لو هو خالف قانون السير، خالف وأدى ذلك إلى أن اصطدم به أحد أو دهور أو ما أشبه ذلك. نعم. على هذا يمكننا أن نقيس سائر الحوادث التي تنتج عن مخالفة قانون يعني السير. حتى مخالفة قانون السير هي السرعة مثلا. نعم. هي من مش ضروري يمشي بعكس السير، مش ضروري إنه كل ما وضعه المشرع الحديث لقانون المرور ويخالفه المكلف، أولا يأثم، وثانيا يضمن جميع ما سيترتب على هذه المخالفة من أذى في الممتلكات أو في الأرباح. نعم. كمان بياخد اتصال، تفضلوا.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك حاج؟ الله يسلمك الحمد لله. بدي أسأل مولانا. تفضلي. ابن بنتي هلا بعده مش مكلف بس بيصلي وبيصوم وهيك. الحمد لله. بده يعمل شيعي وقال لي اسألي لي الشيخ شو الإجراءات يلي لازم ياخذها. اللطيف حجي إن شاء الله الله يخليك ويخليه. إيه. بقولوا إجا واحد عند السيد محسن الأمين. إيه. رحمة الله عليه هو بالشام كان. إيه. فقال له أنه أنا هو طبعا من إخواننا من المذاهب الأخرى وقال له أنا بدي أعمل شيعي فشو بدي أقول سيدنا قال له قول وراي قال قول أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن قول أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله قال له خلاص صرت شيعي بصوم عرفتك يا حجي بيصلي مثل ما أمه بتصلي نعم فهو إن شاء الله يعني ما دام في فكره بتحمس كثير يعني على طول بيعلق هو بيو بيقول له أنا شيعي مني سنة هلأ هذا الأمر يعني جيد أنه يكون في هدوء بجو البيت وجيد احترام يعني قناعة الوالد والتعاطي مع هالموضوع بحكمة يعني وإجمالا يعني مدام البي متسامح وما عنده مانع أنه ابنه يميل للمذهب الشيعي لا ما عنده مانع لأنه ما في مشكلة أمه شيعي البي ما في مشكلة نعم يصلي بصلاتنا وما مطلوب منه شيء ما مطلوب بس هذا هو العبادات قلبك الله يسلمك طال عمرك حجي أهلين يعطيك العافية الله يعافيك إن شاء الله شيخ نعم تقول حجي أنه بكتاب ضياء الصالحين في أدعية الليالي كما أنه في بعض الكتب في أدعية الأيام عم تقول بصلاة الوتر هي تأتي بدعاء الليل القادم مثلا إذا نحن اليوم مثلا ثلاثة هي بتقرأ دعاء ليلة الأربعاء يوم الثلاثاء دعاء ليلة الأربعاء وبتجمع معه دعاء يوم الأربعاء كمان نعم الليلة واليوم في دعاء الليل في دعاء الليالي ودعاء الأيام لأنه أنا بعرف أنه هو دعاء اليوم يقرأ في مساء الليلة ونهار اليوم عم تقول أنه على كل من كتاب بتقرأ دعاء الليلة ومن كتاب بتقرأ دعاء اليوم مهم تجمع هالدعاء مع بعض أنه هل في إثم إذا صليتهم بالوتر مثلا أم لا لا مشكلة في ذلك يعني خاصة إذا كان يعني هي عم تقول الدعاء المأثور يعني الوارد أنه هذا مقام العائذ بك من النار هذا مقام المستجير بك من النار إلى آخر الدعاء الوارد استحباب قوله في صلاة الوتر نعم اسمح لي عفوا سمحت الشيخ نعم. ياخذ اتصال وبرجع تفضلوا الو تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله مولانا السلام عليكم بالاول عليكم السلام حبيبنا يا اذا بنت شيعيه تزوج واحد مسيحي او يهودي يا مشحرين على الخبرين حتصير حتصير بهالجمعة يعني حتصير وعم تصير فالعقد يعني بيمشي ولا أكيد لا يعني إذا ظل حياة الزنا يعني سيظل مسيحيا أو حيظل مش يهوديا يا لطيف لا للأسف يعني هيك قضايا عم تصير وبناتنا يعني ما عم يقتنعوا يعني حتى لو يعني ساير أهلها فأسلم كثيرا ما يكون ذلك بدون قناعة وكثير من الحالات يعني هي عم تكون لشخصين غالبا ما بيهتموا كثير بالموضوع الديني لولا أنه الأهل بيعارضوا البنت وبيصروا على الشاب أنه يأسلم نحن لما بتصير حالة قدامنا من هالشكل كتير منوضح الأمور ونؤكد للأخت الكريمة أنه حتى لو أسلم ثم بعد ذلك ارتد بصير أصعب ما أنه كان يعني مسيح وبكل الحالتين نعم العقد باطل قطعا والولد ابن زنا بيجي الولد يعني من جهة أمه نعم بس من جهة أبيه يعني حيث أنه هو
ما عنده مشكلة بهالموضوع لا يكون ابن زنا. يعني لو أن والده أسلم فيما بعد لا يتعامل معه تعامل ابن الزنا. لكن من جهة أمه، لأنه أمه تعلم أن زواجها باطل علاقة محرمة، وأن علاقتها به ليست علاقة شرعية، يكون من جهة الأم ابن زنا. أهلا وسهلا فيك حجنا. شكرا حبيبي. ما بدها تجيب الغفار لأربعين مؤمن والعفو والعفو 300 مرة وكل هالمستحبات، بس بدها تجيب هالدعاء هذا. في أثم، في مشكلة؟ يعني الجو العام بهذه الأمور الاقتصار على المأثور. لم يؤثر يعني، ولو كان جيدا لأمر به الأئمة أو أشاروا إليه، وما سمعت أحدا من علمائنا كان يفعله. هلأ في شيء اسمه القنوت، يعني إذا ضمنت هو بالقنوت يعني. إذا ضمنت القنوت هذه الأدعية لا هو ضرر. أكيد بالقنوت عم تجيب، لا ضرر عم تجيب هالأدعية. نعم. شيخ نعم، لا ضرر من ذلك، ما في مشكلة، لأنه هذا مقام العائذ بك من النار ليس في القنوت، يقال مستقلا غير القنوط. كيف يعني دعاء هذا مقام العائذ بك من النار هو جزء من الأعمال أو الأقوال يعني المستحب. هي الوتر عبارة عن نعم، الفاتحة، التوحيد ثلاثا، المعوذتين. إيه؟ هلأ تقنط لها أن تدعو بما تشاء. وثم الدعاء لأربعين مؤمن ممكن يكون بالقنوط. خلال القنوط وممكن هذا مقام العائذ بك من النار كمان بالقنوط أو مستقلا. مستقلا يعني أنه يسبل إيداي ويجيبهم يعني هو جزء من مثل الاستغفار، يعني أستغفر الله ربي وأتوب إليه، هو دعاء يعني، هو طلب لل استغفار كمان. ما فيش داعي ما في داعي يرفع داعي رافع داعي مثلا. صحيح. هو اجمالا اي قنوت يمكن قوله بدون رفع اليدين. يعني يستحب في القنوت رفع اليدين. والا يصير القنوت قنوتا بدون رفع اليدين. طيب بالصلاة عم يقول في صلاة بين المغرب والعشاء يقرا فيها ووعدنا موسى لميقاتنا 30 ليلة وأتممناها بعشر. نعم. عم تسأل أختنا عن صحة هذه الصلاة وسندها القوي أم لا. يعني في الواقع ما مستحضرين سندها، ورودها ممكن تكون وردي بأنواع الصلوات الكثيرة الموجودة في كتب الأدعية. وأقول لأختي يعني أنه معظم المتهجدين والحريصين على فعل المستحبات لا يتوقفون عند السند. والمتعارف عند العلماء التساهل في أدلة السنة، يعني حتى أن معظم الفقهاء والعلماء لا ينظرون في أسانيد المستحبات، وخصوصا وأن تكون جارية مجرى ما هو مألوف. يعني نعم، إذا في شيء مستحب فيه شيء يعني قد لا يريح الإنسان ممكن أنه يبحث عن سنده لحتى يتوثق إذا كان وارد أو مش وارد. أما والحال أنه هي صلوات منسوبة لأحد أو مطلقا أو أدعية أو أعمال معينة، فلا ضرورة لأن نتوقف عند السند، ولكن من الجيد إن شاء الله أنه نشوف سند هذه الصلاة. نعم. صيام دحو الأرض شيخنا، يوم دحو الأرض هل هو مستحب؟ يذكر. نعم، يذكر في الأيام المستحبة للصوم. نعم. طوم 25 ذو القعدة.
بيقول ضرب الطلاب مسألة قديمة منذ 40 سنة مضت، ولا أتذكر كم عدد الطلاب الذين ضربتهم بالعصا، ماذا أفعل بهذا الأمر؟ يقلقني وأنا في أيام الأخيرة من عمري. هلا إذا كان يعني لم يجزم أنه قد احمر موضع الضربة، خاصة إذا كان فوق التياب أو ما أشبه ذلك، وخاصة بالشتاء معظم أيام الدراسة بالشتاء فبتمرق، مثلا بكون التوب سميك، بكون كذا، فبيمشي الحال إذا تيقن يعني، أو يعني إجمالا إلا ما يكون بعض هذه الضربات فيه ولا يمكنه الجزم على من وقعت، وأمكنه أن يدفع رد مظالم. هلا ممكن الصدقات هي نفسها التي يدفعها يحولها إلى نية رد مظالم، فمع الأيام تذهب وإن شاء الله تبرأ ذمته، طبعا مع الاستغفار والتوبة. نعم يعني هو لم يكن متعمدا، بمعنى أنه لم يكن في موقع الجرأة على الله، وإنما كان يظن أنه معذور وأنه يقوم بواجب نبيل. وحديثا صارت تثار هذه المسألة، قبل ذلك ما كانت معروفة. صحيح. عم بيقول شيخنا لو فاتتني صلاة الصبح وما قضيتها يعني ما قضيتها نفس اليوم تركتها يعني مثلا بعد المغرب أو بعد العشاء يعني، هل في ذلك مشكلة؟ إلا على رأي مولانا الإمام الراحل وآخرون لا مشكلة في ذلك. نعم هناك بعض الفقهاء يوجب على من فاتته صلاة الصبح أن يبادر إلى قضائها، لكن أن يبادر إلى قضائها قبل سهر، عند الاستيقاظ. مباشرة يعني. نعم بس رأي مولانا لا، ما في ضرورة. نعم. امرأة توفيت، هل يجوز أن نوفي عنها الصلاة والصوم رغم أنها كانت لا تصوم ولا تصلي؟ أن نقضي عنها الصلاة والصوم؟ لا بتصلي ولا بتصوم، ما فينا. نعم يعني عندنا يخفف عن المتوفى في قضاء ما عليه من صلاة وصوم، حتى لو كان يتعمد أن لا يصوم ويصلي. ما معنى قال صلى الله عليه وآله صوم العالم خير من عبادة العابد، نوم العالم خير من عبادة العابد، نوم العابد، نوم العالم خير، نوم العالم خير من عبادة الجاهل، بدكم والله لا العابد، العابد نوم العالم خير من عبادة العابد. يعني إذا نام العالم يعني بدي والعابد يعبد ربه، إذا كان غير عالم ممكن يعبد الله بطرق غير هيك بدها تصير. يعني أنه العابد ليس عالما، أي العابد ليس عالما، وفي قبل أن يطلب العلم مثلا ويعلم قضى وقته في العبادة، فذلك العالم الذي حصل العلم إذا نام نومه أفضل من عبادة ذلك العابد عن غير علم. لازم تكون هيك بكل الحالات. يعني واضح هذا نوع من يعني التعظيم من تبجيل شأن تبجيل العالم تعظيم من شأن العلم. نعم من صحيح. شأن العلم، وإلا يعني العالم الحق هو الذي يجمع بين العلم والعبادة، يدفعه علمه إلى أن يعبد الله وتكون عبادته لله على أصولها. كل شكر لكم سماحة الشيخ محسن عطوي بنهاية لقائنا اليوم. شكر لكم أعزائنا أيضا، نلتقي إن شاء الله غدا، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.